مشاهدينا وللاطلاع على الأوضاع الميدانية من هناك ينضم إلينا من قضاء تل عفر مراسل أخبار الآن وسام يوسف. وسام أهلا بك معنا. إذن صورة الأوضاع الميدانية والأمنية في قضاء تل عفر بعد تحرير المدينة بالكامل من احتلال داعش. نعم رونق، بالفعل اقتربت جدا القوات العراقية من تحقيق النصر وتحرير مدينة تل عفر بالكامل، حيث لم يتبقى أمامها سوى حيين من داخل المدينة بالقرب من مركز مدينة تل عفر، هم حيي حسن كوي وأحمد الأحمد، هذين الحيين فقط تبقوا من مدينة تل عفر، إضافة إلى ناحية العياضية، مركز ناحية العياضية، هذا كل ما تبقى من قضاء تل عفر أمام القوات العراقية. من المحتمل جدا خلال الساعات القادمة أو أيام قليلة جدا قادمة أن تستكمل القوات العراقية تحرير هذه المدينة والقضاء بالكامل، حيث أعلنت اليوم الشرطة الاتحادية وقوات الرد السريع انتهاء مهامها في مدينة تل عفر بتحرير أحياء الشمالية الغربية من المدينة، كذلك قوات مكافحة الإرهاب على الجهة الجنوبية الغربية أكملت مهامها وأكملت كل ما مخطط لها لتحريره، ما تبقى هو بقى هذين الحيين الذين ذكرتهما على الجهة الشمالية الجنوبية والجهة الجنوبية الغربية. خلال الساعات القديمة بالفعل هناك استعدادات أيضا روناك لغرض إعلان تحرير مدينة تل عفر بالكامل، وهناك احتفالات أيضا ربما ستنطلق خلال الساعات القريبة أو القليلة القادمة بعد استكمال تحرير هذا القضاء، والذي هو آخر مناطق تواجد مقاتلي داعش في مدينة الموصل. بتحرير قضاء تل عفر بالكامل سوف تكون محافظة نينوى محررة بشكل كامل من مقاتلي داعش. نعم وسام، من خلال تواجدكم في القضاء هل لمست أي مظاهر للقوات الأمنية العراقية لتأمين الشوارع من سيارات مفخخة، منازل مفخخة، ألغام، عبوات ناسفة لتأمين وصول النازحين خلال المرحلة المقبلة؟ نعم، هذه تكون المرحلة القادمة ما بعد إعلان الرسمي لتحرير مركز قضاء تل عفر، سوف تبدأ الخطوة التي تليها وهي تطهير القضاء من العبوات الناسفة والشوارع وتنظيف المنازل والدوائر الحكومية والكثير من ما خلفه داعش من عبوات ناسفة وسيارات مفخخة وعبوات أرضية أيضا التي يزرعها أسفل الشوارع. هذه المرحلة تبدأ ما بعد إعلان تحرير مدينة تل عفر لكي يتم الاستعداد لاستقبال النازحين، دور السكان عودة النازحين إلى مناطقهم. القوات العراقية نعم هناك القوات العراقية هناك جميع القوات العراقية تمتلك وحدات آلية ووحدات لغرض تفكيك العبوات الناسفة وتنظيف الشوارع. الشيء المهم أن القوات العراقية تمكنت من تنظيف الشارع الرابط ما بين مدينة الموصل إلى تل عفر، هذا مدينة الموصل إلى تل عفر وصولا إلى الحدود السورية، هذا الشارع تم تنظيفه، لم يتبقى سوى كيلومترات قليلة بالقرب من ناحية العياضية. نعم. مع تحريرها سوف يتم تطهير هذا الشارع بالكامل إضافة إلى شوارع مركز القضاء. نعم وسام، دور السكان خلال المرحلة المقبلة بعد عودتهم إلى جانب القوات الأمنية العراقية؟ عفوا بالإمكان إعادة السؤال لما أسمع جيدا. هل من دور للسكان، هل من مساعدة للسكان في تأمين المدينة وما إلى ذلك بعد عودتهم إلى مناطق تل عفر المحررة؟ نعم 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 روناك، بالتأكيد هناك جزء كبير من مسؤولية إعادة الحياة إلى مدينة تل عفر سوف تقع على عاتق المدنيين، هذا ما شاهدناه في مدينة الموصل أيضا، الأهالي كان لهم دور كبير في إعادة الحياة، في إعمار منازلهم، في إعمار الشوارع، مساعدة القوات العراقية القوات المحررة في أعمال التنظيف الأولية والإبلاغ عن مناطق المفخخة أو المنازل المفخخة التي كان يتواجد فيها مقاتلو داعش يتم تطهيرها، ثم فيما بعد مساعدة أيضا
فرق الخدمات البلدية في تنظيف الشوارع وفي إعادة الأسواق. هذه الأمور كلها تعتمد على الأهالي. ما شاهدناه في الموصل بالفعل عودة الحياة إلى مدينة الموصل كانت بالاعتماد على الأهالي، وبالتأكيد في مدينة الأعفر هذا ما سيحدث أيضا. شكرا جزيلا لك، حدثنا من قضاء الأعفر مراسل أخبار الآن وسام يوسف. ومشاهدينا عبر الهاتف ينضم إلينا من كركوك السيد حسن توران نائب رئيس الجبهة التركمانية. سيد حسن أهلا بك معنا، ما أبرز التحديات التي تواجه الحكومة العراقية الآن في مرحلة ما بعد تحرير قضاء تل عفر؟ شكرا جزيلا لقناتكم لإتاحة الفرصة للحديث على هذا الموضوع الحيوي والمهم. تل عفر يمتاز بامتيازات استراتيجية. قضاء تركماني وهو أقدم قضاء وأكبر قضاء سكانيا في العراق. الموقع الاستراتيجي يتأتى من قربه للحدود العراقية السورية والعراقية التركية وتركيبته المتنوعة. الإرهاب عشعش مبكرا في هذا القضاء مستغلا إحداث فتنة طائفية بين مكوناته، أدت بالمحصلة النهائية إلى سقوط القضاء بيد داعش وتهجير كما ذكرتم أكثر من 70% من سكانه. اليوم التحدي الأكبر أمام الحكومة العراقية هو ثلاث نقاط أساسية على الأقل من وجهة نظري. الأول هو من سيمسك الملف الأمني داخل القضاء. نحن اقترحنا على السيد رئيس الوزراء تشكيل قوة أو حشد عشائري من أبناء القضاء بما يضمن تمثيل كل مكوناته بقوامه قوة من 1000 شخص حتى تستطيع أولا المسك الملف الأمني وتضمن عدم عودة الدواعش إلى القضاء مرة أخرى. هذا التحدي الأول. التحدي الثاني هو إعادة إعمار القضاء لأنه أصابت البنى التحتية خلال 3 سنوات الماضية تخريب كبير على يد عصابات داعش فتحتاج جهد كبير. ونحن النواب التركمان عند لقائنا الأخير مع السيد وزير الخارجية التركي طرحنا الموضوع حتى على تركيا ومدى إسهامها أو تقديمها لخدمات بنى تحتية كالمستشفيات والمستوصفات والمدارس وإعادة تأهيلها على حساب الحكومة التركية. والنقطة الثالثة وهي مهمة جداً اللي هي يجب أن تسبق عودة النازحين إليها هو تحقيق مصالحة مجتمعية مع كل من لم تتلطخ يده بدماء العراقيين حتى نضمن عودة كل النازحين الموجودين. جغرافيا نزوح تل عفر كبير جدا، جزء من السكان خارج العراق وجزء منهم يمتد نزوحهم من أقصى شمال العراق إلى أقصى جنوبه. هؤلاء يحتاجون إلى مصالحة مجتمعية وضمان عودتهم كلية إلى منطقة سكناهم الأصلية اللي هي قضاة الأعفر. أنا أتوقع أنه التحديات الثلاثة هي تحديات ليست سهلة، تحتاج تضافر جميع الجهود. طيب. وتحتاج أيضا مساعدة بعثة الأمم المتحدة في العراق في كل فقرة من الفقرات اللي ذكرتها. سيد حسن، تعقيبا على النقطة الثانية اللي ذكرتها حضرتك من ضمن التحديات إعادة إعمار قضاء تل عفر، متى من المتوقع ستبدأ مرحلة إعادة الإعمار بالتعاون مع الجهات اللي ذكرتها حضرتك من ضمنها الجهات التركية؟ يعني احنا نأمل أن تفرغ القوات الأمنية من تنظيف القضاء من مخلفات هذه العصابات الإرهابية. هناك الكثير من المباني نتوقعها كما عملها التنظيم في مناطق مختلفة أنه يفخخ المباني الحكومية حتى أحيانا المساكن التي تعود للمواطنين. أنا أعتقد هذه ستستغرق من 1 إلى 3 أشهر وبعدها ينبغي العمل والسعي الحثيث لإعادة الإعمار وضمان عودة النازحين. كما تعلمون إعادة الإعمار على المدى الاستراتيجي قد تستغرق وقت طويل، ولكن ما عودتنا له التجارب السابقة في عودة النازحين يسرع العودة توفر 4 خدمات أساسية اللي هي الماء والكهرباء والتعليم والأمن. إذا استطعنا توفير هذه المستلزمات الأربعة أن يعتقد عودة النازحين ستكون سريعة لأنه ملوا من طول فترة العيش في مخيمات أو في ظروف غير طبيعية في كل محافظات العراق. هذا شيء مؤكد، وهو بالفعل كما ذكر مراسل أخبار الآن في قضاء تل عفر بدأت القوات الأمنية العراقية بتأمين المنازل والمباني التي تحت يدها الآن من المفخخات والعبوات الناسفة وما إلى ذلك.
سيد حسن، أيضا هل من خطط مبدئية لتعويض المدنيين ماديا الذين دمرت منازلهم في قضاء تل عفر نتيجة المعارك؟ يعني هذا هو طموح، ولكن كما تعلمون الظرف الذي يمر به العراق الاقتصادي الصعب، إدامة زخم المعركة، التعامل مع أكثر ما يقارب من 4 مليون نازح. أنا أعتقد المواطن اليوم، وهذه عندنا تجارب سابقة لها، مستعد للعيش حتى داخل خيمة ينصبها في على أطلال بيته، يعتبرها معيشة أفضل مما يعيش النزوح في محافظات مختلفة. فبالتالي أنا أعتقد نعم المساعدة المالية ضرورية، ولكن حسب المستطاع، لأنه ما أعتقد الحكومة اليوم قادرة على الإيفاء بمتطلبات هذا الكم الهائل من النازحين. ولكن أنا أعتقد أنه المنظمات التابعة للأمم المتحدة تقدم جهد لا بأس به، وزارة الهجرة والمهجرين، الأمانة العامة لمجلس الوزراء عندها لجنة عليا سنتواصل معها لتأمين سريع للنازحين من قضاء اللعفر إلى القضاء مرة أخرى. شكرا جزيلا لك لهذه المشاركة من كركوك. حدثنا عبر الهاتف السيد حسن توران، نائب رئيس الجبهة التركمانية.